رانيا فتاة عراقية في 15 من عمرها. قبل سنوات كانت تحلم بأن تصبح طبيبة، ولكنها وجدت نفسها مؤخرا في سوق تجاري في بعقوبة شمالي بغداد مرتدية حزاما نافسا معدا للتفجير. القنبلة لم تنفجر كما يظهر في هذا الفيلم الذي صورته الشرطة بعيد اعتقال رانيا، التي تؤكد أنها تعرضت للخداع وأن زوجها اقتادها إلى السوق مع امرأتين ألبستاها الحزام النافس. لو انفجرت القنبلة لحصلت مجزرة في شاع 50 مترا، واعتقدت رانيا أنها حصلت على بطاقة دخول إلى الجنة كما قال لها زوجها. أنا يقول الجنة شلون البستان وبها ورد، بها يعني بها نهر من ماي، بها يعني نهر من عسل، يعني كلش حلوة، يعني أحلى من البستان اللي هسه إحنا هنا عندنا. رانيا تقول أنها أرغمت على الزواج في سن 14. زوجها مطلوب اليوم بحوالي 40 جريمة قتل، والشرطة ترى في لجوء القاعدة إلى تجنيد الفتيات إفلاسا للتنظيم الإرهابي. بدأت القاعدة تفقد قوتها، وبدأت القاعدة تغادر المشهد الأمني في كثير من المناطق، وانحصرت مناطق ضيقة، وكان آخر محطة هي ديالة، ولهذا اعتمدوا مو تجنيد، هو بالحقيقة استخفال الفتيات الصغيرات بالسن واللي تحيط بهم ظروف بيئية صعبة. من النادر جدا أن تتمكن الشرطة من اعتقال الانتحاريين، وعلى الأرجح فإن رانيا هي الأصغر سنا بين الانتحاريين المقبوض عليهم، ولكنها تؤكد على براءتها. هي لبستني إياه ورا ما لبستني إياه، يعني فقالت لها هذا ما ينفجر. أنا مسألت على وايا راجل، قالت لها ما ينفجر. ولكن الشرطة لا تصدق رواية رانيا، لأن بينها وبين التفجيرات الانتحارية قصة طويلة. فوالدها نفذ عملية انتحارية قضى فيها، وشقيقها أيضاً.